اهلا بكم يا اجمل قراء. لو دي اول مره تسمعوني فانا اسمي ندى، والنهارده حابه اشارك معاكم كتاب حلو قوي استمتعت بيه خلال فتره العيد. كل سنه وانتم طيبين. وفكره تانية حبيت اشاركها معاكم ان انا مؤخرا حبيت فكره ان يكون عندي قراءات متخصصه بعيدا عن القراءات العامه اللي انا بقراها، فحبيت ان انا كل 3 شهور اتناول علم ما واقراه بشكل مستفيض او اقرا فيه بشكل مستفيض. اول علم اخترته هو علم السيره الذاتيه، سواء السيرة الذاتية اللي كتبها شخص بنفسه أو السيرة الغير ذاتية اللي كتبها شخص آخر عنه. رغم تخوفي من السيرة الغير ذاتية بسبب إن هي مش بتسرد أو مش بتوصف لنا شعور الكاتب، على عكس السيرة الذاتية بيكون الكاتب بيشارك معانا شعوره بالتفصيل ورد فعله على المواقف، على عكس السيرة الغير ذاتية دي بتكون وصف للأحداث فقط، إنما كشعور الكاتب بحس إن هو مش بيوصل لي. تاني علم حابة أقرأ فيه لمدة الشهور 3 شهور اللي بعد السيرة الذاتية، يا إما علم الاجتماع يا إما علم النفس. وبصراحة متحيرة ما بين العلمين دول، بس لما يجي وقتها هقرر هقرأ في أنهي علم فيهم. النهاردة حابة أتكلم معاكم عن كتاب إحسان عبد القدوس، معارك الحب والسياسة. الكتاب ده قضيت معاه فترة العيد، ما حسيتش بأي ملل وأنا بقرأ الكتاب، فحبيت ان اشارك معاكم رؤيتي ليه بالتفصيل او بعض النقاط المهمه اللي موجوده فيه. اول حاجتين تمنيتهم وانا بقرا الكتاب خلال وانا بقرا وبعد ما خلصت قراءته. اول حاجه تمنيت ان انا اقرا اكثر لاحسان عبد القدوس، لان انا ما قراتلهوش الا 6 روايات، هما زوجة احمد ولا تطفئ الشمس واين عمري ولن اعيش في جلباب ابي واللون الاخر، مش عارفه كده 6 ولا 5. المهم فقرات له دول بس، وحبيت خلال وانا بقرا الكتاب ده وبعد ما انهيت الكتاب حسيت ان انا نفسي اقرا له اكثر من ذلك. تاني حاجه تمنيتها ان يتعمل مسلسل او فيلم عن حياه احسان عبد القدوس، هيبقى شيء رائع جدا، من واضح ان حياته كانت معبأة بالكثير من التفاصيل والاحداث الشيقه اللي تستحق فعلا ان هي تتحط في مسلسل او فيلم. تاني حاجه حابه اناقشها معاكم فكرتين عجبوني جدا في الكتاب. اول فكرة السعي والمحاولة والكفاح والنضال اللي عمله إحسان عبد القدوس عشان يقدر يتزوج زوجته السيدة لولا، هي اسم الدلع تقريبا بس اسمها حلو قوي لولا. هو ما اكتفاش بفكرة لا الظروف، وقعد يندب الظروف وقعد يبكي على الظروف او يقول لا انا مش هقدر اتزوجها، لا معارضة الاهل وظروفه المادية ومش عارفة والشغل وهكذا. بالعكس، كافح كل الظروف دي هو وهي وحاربه جدا، لدرجة ان هو كان بحث عن كذا فرصة عمل علشان يقدر يوفر لها حياة كريمة، على عكس شباب كتير. لما قرأت الحتة دي افتكرت بعض الشباب ان هما بيفضلوا يندبوا في الظروف، يفضلوا يبكوا ويعيطوا على الظروف، في حين ان هما مش بيسعوا اصلا عشان يجدوا عمل او يحسنوا من ظروفهم المادية بشكل جيد، لا كل مهمتهم ان هما يشكوا ويندب في الظروف فقط. دي نقطة. رغم على فكرة أهله وأهلها كانوا رافضين فكرة الزواج، لكن رغم كده هما الاتنين كافحوا علشان يقدروا يتزوجوا. تاني حاجة برضو عجبتني في الكتاب فكرة الرسالة المتخيلة اللي هو بعتها لبنته، يعني هو كتب رسالة لبنته اللي هو أصلا لم ينجبها، لأن هو لم ينجب بنات، أنجب رجلين فقط. فكان كاتب رسالة، الرسالة دي هتكلم عن أكتر حتة حلوة فيها أو المضمون الحلو اللي موجود فيها. كان بيتكلم عن فكرة إن الحرية كان بيتكلم عن فكرة إن الحرية المسؤولة اللي بتعطى للبنات بتمنحهم من الوقوع في شرور العالم. يعني البنات اللي أهلها مدينهم حرية في حاجات كتيرة في حياتهم، البنات دول لما بيخرجوا برا بيتعاملوا معاملة مع الناس بطريقة جيدة وبيعرفوا يتصرفوا في كل مشاكلهم، على عكس البنات اللي بيحصل لهم تضييق من أهاليهم ومن عائلتهم. البنات دول للأسف بيكونوا عرضة للوقوع في الخطيئة أو التعرض لأذى الناس. ودي حتة فعلا موجودة في الحياة الواقعية، إن فعلا الأبناء والبنات بالأخص لما بيحصل تضييق عليهم، تضييق على الأبناء بيكون شخصية اعتمادية وشخصية خوافة وشخصية جبانة، لما بيخرجوا برا للعالم للمجتمع ما بيعرفوش يتعاملوا وبيضحك عليهم بمعنى أصح. فكان اتكلم عن فكرة الحرية اللي بتعطى للبنات بالأخص، دي حرية مسؤولة بتخليهم يعرفوا يواجهوا الحياة بشكل أوضح. النقطة دي أو الرسالة دي فكرتني بالموقف اللي حصل في مسلسل يوميات ونيس الجزء الرابع، لما ونيس وميسة اكتشفوا علاقة جهاد بنتهم الكبيرة بالدكتور، وازاي عرفوا يعالجوا الموضوع بشكل مع
حضرتك الكاميرا فصلت. ففي المشهد ده اللي استمر لعدة حلقات، ان ونيس وميساء قدروا يتعاملوا مع الموقف او المشكلة بتاعت جهاز بشكل فيه حنكة وذكاء من غير ما يفقدوا بنتهم كرامتها او اختيارها. بالعكس، هما كانوا عاوزينها ان هي تختار الشيء بارادتها وبحريتها من غير اي ضغط ومن غير اي اهانة لكرامتها واهانة او امتهان لانسانيتها. فلما قرات الرساله دي لحسن عبد القدوس اللي هو كاتبها البنت واللي هي ما جاتش اصلا وبنته متخيله، فكرتني بالمشهد ده بتاع ونيس وميسه. في النهايه الكتاب حلو قوي. الكاتبه زينب، استاذه زينب عبد الرزاق، كتب الكتاب بطريقه ممتعه. واحلى حاجه عجبتني في الكتاب هو فكره ان الكتاب مرتب، يعني متناوله عده مواضيع في حياه احسان عبد القدوس عليه رحمه الله بشكل مرتب، بحيث لما تخلص الكتاب على الاقل بتكون كونت رؤيه واضحه نوعا ما عن المواضيع اللي هي سردتها عن احسان عبد القدوس عليه رحمه الله. الكتاب ما حسيتش باي ملل وانا بقراه، لذلك انا تقريبا تقييمه 9/10 لو هينفع اقيمه. يعني انا مش من النوع اللي بيحب يقيم الكتب، او ما بيجيش على بالي ان انا اقيم الكتب الا نادرا. يعني اكتر حاجة عجبتني برضو الغلاف في الخلف، تقريبا دي رسالة كان كاتبها احسان عبد القدوس لزوجته، كان بيقول لها اكتب لك من فوق برج ايفل وباريس، معرفش اقرأ الكلمة دي، تحت اقدامي تمنيت لو كنت مع لو كنت معي لارى ما لتري ما اراه من جمال وروعة. مش عارفة اقرأ باقي الكلام لانه تقريبا مكتوب بخط الايد. في نهاية الأمر أتمنى لكم قراءة جيدة تسري وجدانكم وتضيف لعقولكم المزيد من المعرفة. سلام.